فصلت جدا عن اكثر من شغله النهارده عشان ده بطنا واحنا زهقنا بطنا وانا لسه اصحى شويه براحه دي العمليه. كنت عارفك بس ان عنده كيرفي كانسر او جاستري كانسر الميمبرز اللي بيكتبهم فيه بيرو مونتي وايه وبيروديتي والعيان لما يشوف ان عنده كانسر سواء بالسيبتوم والبيرنينج بين والجاستريك بين تمام هيروح يسيك ميديكال ايه ادفايس والدكتور ياخد منه هيستوري يقول له عندك بيجي لي اكس بيجي لي بين قصدي والبين ده بحس كده بحرقان جامد هنا والبين ده بيحصل بعد الاكل بنص ساعه فالدكتور يشوف انه جاستري كانسر او البين ده بيحصل بعد الاكل بساعتين فالعيان يشوف انه الدور عليه الالسر فنشوف اوضه البيزيجيه في العيان. انا عديت الحته بتاعت الباثولوجي هبقولها بكره والناس اللي كملت معانا الرحله يعني هنعرف فاضل لنا يومين الصبح وناخد الاجازه عشان نخلص الاستومك فاضل لنا 3 الصبح ولا 4 الصبح يعني بعتذر مش لاقي مواعيد تانية يعني ثلاث بعد ايه؟ لا ما انا قلت بقى صوت جه متاخر انا قلت مش هناخد الخميس انا عايز اخلص المعده وخلاص فلو صحيتوا بدري النهارده ما يعني ما جاش بدري على يومين ولولا يعني نفس الكلام كده لولا ان لسه بتاخد الغياب كنا عملنا الحصه الساعه 10. طيب الفاضل بتقول ايه في الجي اي تي؟ الجي اي تي ظريف يعني ان لما تيجي تنفتجيت عيان في الجي اي تي اتون جاز اللي عندي الاكتف يعني نوت ان ايمرجنسي يعني ما عندوش بريتونايتس يعني ما عندوش انتستاينال اوبستراكشن حاله الاكتف كانسر ستومك كانسر اوسوفجاس جيرد بيبتيك السر بوليب في الكولون كانسر كولون اي حاجه الاكتف في الجي اي تي الاكتف لما نيجي نفتجيت العيان بنعمل حاجتين من اول البوق لغايه الكلام الكنال بنعمل منظار وبنعمل باليوم ستادي وطبعا زي ما انتم عارفين الباليوم على الاسوفجس اسمه ايه؟ باليوم سوالو والباليوم على المعده اسمه ايه؟ باليوم ميل والباليوم على السبول انتستين اسمه ايه؟ باليوم ميل فولو ثرو ونتتبعه يعني باليوم ميل فولو ثرو والباليوم على الكولون اسمه ايه؟ باليوم مينيما قاعده كده في الجي اي تي هنعمل منظار وباليوم ايه؟ طب وساعات ده بيبقى الاهم وساعات ده بيبقى الاهم وعايزين نعرف الفاليو بتاع ده والفاليو بتاع ده. فطبعا لو عايز اشخص جاستريك انسر او بيبتيك انسر الجولد ستاندرد بتاعي طبعا احسن حاجه يعني يروح يعمل ابر جي اي تي بوست. والأمر زي في الاندوسكوبي في الكتب المحترمة بيتكتب اي جي دي. اختصار وات اي جي دي كلمة حلوة جدا اي جي دي اختصار وات اوسوفاج وجاسترو ديزونوسكوبي. الأمر زي في الاندوسكوبي اسمه اي جي دي. في الكتب المحترمة بيتكتب اي جي دي. فطبعا العيان هيروح يعمل منظار ادي الاوسوفاجس ادي الستومك الراجل هيرصد بالمنظار فلما الراجل يدخل بالمنظار هيشوف يعني مين؟ هيشوف يعني مين طبعا؟ الالسر هيشوف يعني الالسر وطبعا لما يشوف يعني الالسر يديله الالسر ما بناخدش منه بايوبسي نو بايوبسي عشان ما بيقلبش بعيدا انما لو في جذر الالسر فطبعا لازم ناخد منه ايه؟ بايوبسي الجذر الالسر اوتوماتيك تاخد منه بايوبسي وعشان الجاستري كانسر يعني ساعات البايوبسي بتطلع نيجاتيف يعني ايه ساعات البايوبسي بتطلع نيجاتيف؟ يعني هو عنده كانسر بس طلعت ايه؟ نيجاتيف يعني طلعت نيجاتيف والمالينسي عشان كده بيقول لك الجاستري كانسر اقل حاجه تاخدها 4 بايوبسيز اقل حاجه تاخدها 4 بايوبسيز مينيمم 4 6 مش هيخسر 8 مش هنقول لا يعني لازم يتاخد من جذر الكانسر راندم ايه؟ بايوس راندم بايوس تمام؟ ناخدهم بقى منين من الالسر؟ ناخدهم منين من الالسر؟ يعني ناخدهم من الايج اللي وريهم ولا ناخدهم من البيز؟ السؤال
10 ani, o la vreo 2010, într-un trezor cu mine, pe a fi merecantismul. În rin, de o rin. De-aia vezi că e a fi de prodotijonul. La bacul lume la asără. Cu fata cu lume la asără, pe aici au la asără. De-aia când ne investigește muștii la asără, dar când ne investigește în lumea, dar la sfârșit de muntișă. Dar în care m-au investigat la asără, dar când se zoamă, nu știu, când se rău, cum ne-a pus în lumea, dar la aia, dar nu când ne-a pus în lumea, dar o șechim pe sfârșit de muntișă, la trupă, că străiți, fizică, străiți, dar să ne-a pe care m-a la asără. Ana vreau să văd să las la nasu, ana vreau ca să le fac bine intensi, vreau să rupem la calicu de tehnă de la alță rim, au de tehnă de la alță rim, aici. Asta e cu soi că rim, asta e cu soi că rim, le-au găbtut cu șal rim, le-au găbtut cu șal rim. Leu, rămâne că intrează de baie zi altă. بس ده سؤال صعب وفكرت فيه هو سؤال حلو يعني. كلكم بتقولوا في البطنه حاجه انا معترض عليها ان الجاستر كالسر مالينتي فروم ذا ستارت وانا بقول لا فعلا البناين جاستر كالسر ممكن يدي مالينتي. في البايوبسي دي البايوبسي اللي هو الراجل خدها يعني البايوبسي الراجل خدها. لو انت شاطر يعني لو انت شاطر تعرف ازاي اذا كان ده مالينتي جاستر كالسر فروم ذا ستارت ولا بناين ولا مالينتي. أمين السؤال ولا لا؟ يعني أنا دلوقتي لقيت جزء خاص، خدت منه بايوبسي. طلع مليك من جزء خاص. هنا بقى سؤال مليك شوية، أعرف إزاي إذا كان ده بناين ولا مليكنت ولا ده مليكنت فروم ذا ستارت؟ أسألها لكم طيب، أسألها لكم هنا لازم يكون واخد حتة من البيز. هنا لازم يكون واخد حتة من البيز. هيفرق معايا إيه في البيز؟ يا رب يبقوا فاهمين الحته دي صعبه شويه لازم يبقى واخد حته من البيز هيلاقي ايه في البيز في البناين غير المالينجنت ده هيلاقي فايبروزس في الماسكلوز يا جدع الله عليك هيلاقي فايبروزس في الماسكلوز كل ما يكون في فايبروزس في الماسكلوز اكتر معناه دي حاجه كرونيك لا اما بناين ولا بالكلمه دي حته للعلم كده دي حته للعلم مش مهم دي حته للعلم كل ما الفيروس يكون في فايبروزس في الماسكلوزا معناه دي حاجه كرونيك بناين ولا بالكلمه مالينا. المالينا جاز الكالستر فرونتستار بتبقى المسكلوزة لسه هلسي. المالينا جاز الكالستر فرونتستار بتبقى المسكلوزة هلسي. وهو زي ما اتفقنا اوتوماتيك هو ما بيكونش بيز هو المفروض صح ياخد وقت. عشان يعرف بناين ولا مالينا ياخد ايه؟ ياخد بليش. الجودنال الالسر ما بناخدش بايوبسي الجاز الكالستر خدنا من 4 ل 6 وقت بايوبسي. الجولد ستاندرد طبعا هو المنظار الجولد ستاندرد هو المنظار نيجي بقى للباليوم عايزين نعمل باليوم مين الباليوم مين زمان الباليوم مين زمان كان هو الدايكروستيك قبل اختراع مين قبل اختراع المنظار الباليوم مين زمان كان هو الدايكروستيك قبل اختراع المنظار والباليوم ميل كان بيدياجنوز زمان الالسر ازاي؟ بتيجي من مرش يا فرحة قلبي. ايه معلوماتك عن الباليوم ميل في الالسر في البطنه؟ الالسر تيجي وايه؟ ونرش. ممكن نفهم النيش والنرش مع بعض؟ الالسر نيش والالسر نرش. نيش ونرش. ما انا هقول اهو. يعني دي المعده ودي التودر اهو. دي ميكوزا ده انا بسيبها دي ميكوزا هنا الميكوزا فيها ألسر يعني الحته دي ما فيهاش وط ميكوزا الحته دي ما فيهاش ميكوزا فالعنشر الباليوم فلما العنشر الباليوم فالباليوم وقع هنا في الحفرة بتاعت مين لما أغسل؟ في الحفرة بتاعت الألسر. الباليوم وقع في الحفرة بتاعت الألسر. فلما الباليوم وقع في الحفرة بتاعت الألسر
هو ده اللي عمل في الباليوم حاجه اسمها وات انسر نيش. وطبعا الميدوزه دي او اللي هي اللير دي مش هتبان في الباليوم، دي ما بتبانش في الباليوم. ده بيبان الباليوم اهو، بيبان الباليوم اهو، وهنا كده في حته عامله زي بوشكه كده واقعه تحت اللي انا برسمها دي، اللي اسمها ايه دي الحته اللي انا برسمها دي؟ أصلا دي حته باليوم واحد. هنا في ارسنال. ادي الميكوزا، انا برسم الميكوزا اهو. هنا مفيش ميكوزا، فالباليوم واحد. الباليوم واحد. السيلز ما بتبانش، السيلز ما بتبانش في الباليوم. فهيبان المنظر الازرق كده اهو، وحته الباليوم واقعه مع نفسها كده. اللي انا متهم عليها بالازرق دي. الباليوم ده اللي واقع في الحفره بتاعت الارض ده بيسموه ايه؟ ارض دي سهله قوي. حته برج الباليوم طبعا. ارض ديش تمام؟ طبعا بيحصل ايه برضو؟ بيحصل ايه برضو؟ ان الالسر ده، الالسر ده اللي هيبتدي يبقى كرونيك، هيبتدي يبقى كرونيك، بيبتدي يعمل فايبروزز في الانر سيركل ماسل لير. عند الالسر بيس في انر سيركل ماسل لير يبتدي يحصل فيها فايبروزز. لما يحصل الالسر يبتدي يعمل فايبروزز في الانر سيركل ماسل لير كده، تبتدي الحته دي بالمعده تكونتراكت هنا. عشان السيركل ماسل لير اهي، ايديا اهي، دي السيركل ماسل لير حصل فيها وقت الاول سباس، وبعدين اللي هي السيركل ماسل لير حصل فيها ايه؟ فايبروزز. فتبتدي الحته دي تبقى داخله جوه كده. الحته اللي داخله جوه دي كده دي بيسموها ايه؟ دي ما فيهاش بني. دي حته بالمعده كده داخله جوه. دي اللي بيسموها ايه بقى؟ ارثر وات نوتش. كونتراكشن في الاستومك او سبازم في الحته دي. وطبعا يعني ربنا يخليكم، لو الارثر، لو الارثر مش عامل فايبروزس في الانر سيركل ماسل لير، ممكن مين ما يبانش؟ ممكن مين ما يبانش؟ النوتش. النوتش ممكن ما يبانش. انما لازم دي يبان عشان هو ده الالسر. مين اللي هو لازم يبان؟ النيش. يعني العامل عنده الالسر نيش بلس ماينس نوتش. ما سمعناش عند عيان في الالسر عنده ايه؟ ما سمعناش عند عيان عنده وات؟ نوتش. ما عندوش ايه؟ نيش. النيش هو الالسر. فاهمين ولا صعبه؟ تمام. طيب سمعتوا في البطن عن حاجة اسمها ألسر جريتر؟ سمعتوا في البطن عن حاجة اسمها ألسر جريتر؟ يعني إيه ألسر نيش؟ يعني إيه كلمة ألسر نيش؟ الباريوم وقع فين؟ في الحفرة بتاعت الألسر. فلما الباريوم وقع في الحفرة بتاعت الألسر، ده اللي عمل في الباريوم حاجة اسمها وات؟ ألسر إيه؟ نيش. الباريوم ده هيعيش عمره هنا ولا الباريوم ده سوف ينتقل؟ الباريوم سوف ينتقل. سوف ينتقل الى مين بعد قد ايه؟ الباريوم سوف ينتقل الى الديودرم بعد قد ايه؟ ساعتين. فلما الباريوم ينتقل الى الديودرم، كل الباريوم هيقع في الديودرم؟ كل الباريوم اللي في المعده هيقع في الديودرم. هيفضل باريوم شويه كده متحوش. الباريوم هيفضل متحوش فين؟ في الحفره بتاعت الارض، الحفره اللي هي الميكوزا مش كامله. الميكوزا مش كامله، الميكوزا الحته اللي هي الميكوزا مش كامله. بلاش 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 بلاش. دي ترابيزه، دي سهله، ودي ترابيزه، دي ترابيزه حلوه قوي. الترابيزه في حته خشب متاكله. مين الخشبه المتاكله دي؟ الالسر. الالسر. فانا جبت ميه، فالميه راحت عامله ايه في الحفره؟ وقع فيها. فرحت مصور الترابيزة، فالترابيزة بان فيها مية متحوشة فين؟ في الحفرة. اسمها ايه المية اللي متحوشة هنا في الحفرة؟ ألسر نيش. ألسر نيش تمام؟ جه سيئة الترابيزة. ايه
سيأت الترابيزة. سيأت. مسحت. مسحت الترابيزة. فكل المية اللي في الترابيزة وقعت على مين؟ على الأرض. فضلت المية اللي فين؟ اللي في الحفر. رحت مصور الترابيزة. فالترابيزة دلوقتي مش باين فيها مية. باين فيها مية فين بس؟ في الحفرة بس. اسمها ايه الصورة دي؟ ألسر كريتر. ألسر كريتر اللي هي يعني بالعربي كده او بالانجليزي بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو ما شفتش ألسر نيش هتشوف حاجة اسمها persistent oflake ovarium. persistent oflake ovarium in ألسر كريتر. in ألسر كريتر after what? evacuation of ovarium. صعبة دي بالانجليزي. persistent flake بورش تفة. تفة من باريوم فين؟ في الألسر ايه؟ جريتر بعد ما الباريوم وط فضة. وطبعا كل دي حاجات عقيمة. كل دي حاجات عقيمة. ليه كل دي حاجات عقيمة؟ ان انا مش بشخص الألسر بالهبل ده دلوقتي. انا بشخص الألسر بمين؟ بالإندوسكوب. طيب ممكن نشوف ايه كمان في الألسر؟ ممكن نشوف ايه كمان في الألسر؟ بتلاقي الميكوزة بتاعت المعدة كونفرجنج على الألسر. دي زي الميكوزة الكورد كده او في جاستريك بروجيه كونفرجنج مع الألسر. دي هنشوفها احسن في الراديولوجي. دي صعب ان انا اشرحها لكم غير لما نشوف السلايدات ولسه هناخد عملي مع بعض يعني باذن الله. ليه بقى بيبقى في كونفرجنز للميكوزة على الألسر؟ تفتكروا ليه الميكوزة بتاعت المعدة بتبقى عاملة كونفرجنز كده على الألسر وبتبقى على الألسر يعني؟ عشان تعمل تحاول تعمل ايه؟ تحاول تعمل ايه؟ فالألسر بيبان بثلاث حاجات. الألسر بيبان بثلاث حاجات. ألسر بيش وألسر ايه؟ نوتش. برسيستنت وباريوم في الفليك اوف كريتر بعد ما الباريوم فضى. بشره بيضاء كده في المعده. وفي الاخر ممكن يلاقي كونفرجنس لجاستريك ميكوزا. السؤال انالتيزم منكم. انالتيزم منكم. تفتكروا جاستريك ألسر او ديون ألسر مش شخص دلوقتي؟ ده ايش الهبل ده اصلا؟ الجاستريك ألسر او الديودينال ألسر مش شخص بالمنظار. يبقى السؤال الثاني، هل بنعمل باريوم لغايه دلوقتي؟ بنعمل باريوم لغايه دلوقتي. امال بنعمل باريوم بقى لغايه دلوقتي ليه؟ الباريوم له صوره انديكيشن. الباريوم هو الاحسن اللي يشخص الجاستريك اوتلت اوبستراكشن. يعني ايه جاستريك اوتلت اوبستراكشن؟ يعني الجاستريك ألسر او الديودينال ألسر ابتدوا يعملوا ايه؟ استينوزيس. فلما ابتدوا يعملوا ستينوزيس العيان جاله حاجه اسمها جاستريك وات اوتلت اوبستراكشن. يبقى الباريوم از نوت فور دياجنوزز للالسر. الباريوم ممكن زمان كان بيشخص الالسر بحاجه اسمها ألسر نيش وحاجه اسمها ألسر نورش وحاجه اسمها بيرسيستنت باريوم كريتر. السوليد انديكيشن اوف باريوم. السوليد انديكيشن اوف باريوم ان العيان يقول لي انا ابتديت ارجع. فلما العيان يقول لي انا ابتديت ارجع عايز اعرف العيان ابتدى يدخل ولا ما يدخلش في وات في بايولوجي كونستراكشن. يعني هنلاقي الباريوم بالبلدي ابتدى ما ايه؟ ما يعديش. الباريوم ابتدى ما يعديش. السوليد انديكيشن اوف باريوم لو شاكك في بايولوجي ستينوزس. شفتوا الام بي سي؟ اكيد شفتوا الام بي سي كلها اعلانات. ما شفتوش كده من سنه سنتين ثلاثه كان اعلانات الام بي سي كلها تقف كده الاعلانات يقول لك هل لديك كسور في المعدة؟ يمكن دي من سنتين ثلاثة كده كل شوية طبعا فيلم الأجنبي بتاع الـ NBC يقول لك هل لديك وصف؟ هل لديك كسور في المعدة؟ هل لديك كسور في المعدة؟ يعني إيه هل لديك كسور في المعدة؟ عندك ولا ما عندكش وصف؟ هاتش مجهول. لما أي عيان عنده جسد أكثر لازم أعرف هاتش مجهول معانا ولا مش معانا؟ لان لقوا برضو ان احسن ألسر هيستجيب للميديكال تريتمنت لو كان ألسر ديو تو وات اتش بايلوري. لان على جملتي المشهوره دايما اللي تعرف نيته ايه اللي تعرف نيته ايه. لقوا ان احسن ألسر يستجيب للعلاج لو العيان طلع عنده ألسر ديو تو وات اتش بايلوري. فاحنا عايزين نعرف العيان الألسر اللي عنده ديو تو اتش بايلوري ولا ما عندوش. تمام. في كام انفستيجيشن لاتش بايلوري؟ في 5. يعني عايز امشي في العيان عنده اتش بايلوري في 5. تمام. نمره واحد الموست اكوريت يا
الرب يطلع اول نص هيكتب في الكتاب لغايه ما ينزل الكتاب يعني. انا ما اعرفش اقول لكم الكلام ده في البطن ولا لا. الموست اكيوريت ان انا ادور على الاشيو بايوري انتيجين فين؟ في الستول. ده مش موجود في الورد زوجته. ادور على الاشيو بايوري انتيجين في الستولز. ده الموست اكيوريت. يعني يعمل تحليل براز ندور على الاشيو بايوري انتيجين في الستولز. الموست بوبولار اللي بيتعمل تمام فكده ولا كده العام بيعمل منظار كده ولا كده العام بيعمل منظار هو بيعمل المنظار هما بيعمل المنظار بياخدوا انترانسلز بياخدوا شويه انترانسلز كده والانترانسلز دي بيحطوها على ريجنت تمام الريجنت ده لونه اصفر تمام الريجنت دوت لونه اصفر لما اليوريز يشتغل عليه الاشي بايلوري بيطلع بط الاشي بايلوري بيطلع ايه؟ يوريز تمام؟ بيحطوه كده ياخدوا بايوبسي ويحطوه على ريجن لونه اصفر لما يطلع يحط عليه يوريز بيتحول لونه احمر اسمه ايه التست ده؟ ده اللي هو اسمه اندوسكوبيك اندوسكوبيك رابيد يوريز تيست هو اسمه كده وزمان برضه كان له اسم تاني او له اسم تاني اسمه سي ال او تيست خدته في البطنه سي ال او تيست كان في البطنه حاجه اسمها سي ال او تيست عايز اعرف العيان عنده اشي بايلوري ولا لا يدور على انتيجين في الستولز يا اما هو بيعمل منظار ياخدوا بايوبسي البايوبسي يحطوه على ريجنت الريجنت لونه اصفر باليوريز بيتحول لونه احمر اسمه ايه التست ده؟ اندوسكوبيك رابيد يوريز تست عملناه بسرعه او اسمه سي ال او تست اختصار واس سي ال او يا ابني خدتوه في البطنه كامبيلوباكتر لايك اورجانيزم كامبيلوباكتر لايك اورجانيزم اللي هي هيليوباكتر يعني الهيليوباكتر شبيه الكامبيلوباكتر هو اسمه كده سي ال او تيست كامبيلوباكتر لايك اورجانيزم تيست كامبيلوباكتر لايك اورجانيزم تيست ما علينا طيب في بقى طرق معقده اكتر في طرق معقده اكتر سي ال او اندوسكوبيك رابيد يوريز تيست هو سي ال او ده هو سي ال او ده طيب في طرق معقده اكتر ان هم ياخدوا بايوبسي برضه من الانترم واشمعنى البايوبسي عمال اخدها من الانترم سواء دي يو او جي يو اشمعنى البايوبسي من الانترم يعني عشان القرش بايلوري عايشه في الانترم تمام ياخدوا البايوبسي من الانترم بقى وبيزرعوها على الكالتشر بتاع القرش بايلوري او يحطوها على الاسبوع بالسبب بتاع القرش بايلوري كان اسمها ايه الميديا بتاعت القرش بايلوري ده احنا ما نعرفش غير اجار ميديا اجار ميديا ده ما كانش اسمها اجار القرش بايلوري بتتصرف بحاجه اسمها جيم ساستين فاكرين جيم ساستين جيم ساستين جيم ساستين وبالكالتشر بتاعتنا كان اسمها سبيروس ميديا ما علينا اللي هو يعملوها يزرعوها زي البكتيريا مش كنتوا في البكتيريا بتزرعوا الحاجات و... بتزرع على حاجه اسمها سبيروس ميديا وبتزرعها على حاجه اسمها جيم ساستين مش مهم يعني ممكن نعمل اشي بايلوري لايزا بوبلر فيكسيشن في الدم اللي هي خلع نابولي لايزا بوبلر فيكسيشن في الدم ممكن نعمل كمان اخر حاجه بقى نعملها في حاجه اسمها سي 13 بريست تيست سي 13 بريست تيست هفهمكم ده ليه كمان انا بقول الخمسه تيست انت ذاكر اثنين بس الستولز الانتيجين ووات وكامبيلو باكتر لايك اورجانيزم اللي هم مش مكتوبين دول زودهم وذاكرهم تمام زمان كان في حاجه اسمها سي 13 بريست تيست ايه سي 13 بريست تيست ده؟ يدوا العيان كبسوله 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 خد ابلع الكبسوله دي
الكبسوله دي ريديو اكتف كاربون، ريديو اكتف كاربون ويوريا مع بعض يطلع كبسوله ريديو اكتف كاربون ويوريا. لو في اتش بايلوري تعمل ايه؟ هتعمل ايه الاتش بايلوري؟ هتكسر الكبسوله، هتسبيت اليوريا. وريديو اكتف كاربون يطلع منين؟ لا مؤاخذه، من المناخير. ريديو اكتف كاربون يطلع من المناخير، انما لو كان ريديو اكتف كاربون لسه ماسك فيه اليوريا ما كانش لا مؤاخذه هيطلع من مناخيره، كان هينزل منين؟ في الستولز. فدي اسمها سي 13 براد فيلد. عارف ان انا رحتكم بالخمسه انفستيجيشن عشان خاطري ما ذاكرش غير مين؟ سي ال او تيست عشان ده الموست بوبولار او الموست اكيوريت. مين الموست اكيوريت؟ الموست اكيوريت اللي هو الفيكال انتيجين اللي هاش بايور. عايزين نعالج العيان من عنده اصلا. انا عندي كام عين عايز اعالجهم؟ عندي كام عين عايز اعالجهم من اصلا؟ عندي اثنين، عندي واحد اسمه ديزل الانسر وعندي واحد اسمه ايه تاني؟ جاستريك انسر. هنبتدي نعالج الديو. دي زيرو. دي زيرو. هو ديزل الانسر حصل نتيجه مين؟ ديزل الانسر حصل نتيجه مين؟ الهايبر اسيد. يبقى العقل يقول، العقل يقول لو انا قللت ليه؟ الاسيديتي الالسر هيتقلل. انا الاسيديتي في ايه؟ يا باش تو بروكرز يا بروتو بامب بلاد انيبيتورز. هياخدهم العيال قد ايه في الاول؟ هياخدهم ثلاث شهور. ويحل عنه. ويجي لي العيال بعد قد ايه؟ ثلاث شهور الاولانيين. جميع الاحصائيات بتقول وجميع الكتب بتقول وجميع الدلائل العلميه بتقول ان بعد ثلاث شهور هتعملوا بالظبط. ده انا بتكلم على مين ده؟ انا بتكلم على مين؟ على الديوز الانصر. هعمله اول انذار بعد ثلاث شهور 99% الانصر تسلط كومبليتلي. ما لازم يحصل له هيلينج. ما انت عالجت مين يا اخويا؟ ما انت عالجت عالجت ايه اللي عامله؟ الهايبر اسيديتي بالانسر لازم يحصل له هيلينج. 99% يحصل له هيلينج. تمام. بعد ما 99% يحصل له هيلينج هنكمل علاج مجدع ومحبه. هنكمله كمان قد ايه؟ ثلاث شهور. وان شاء الله بعد ثلاث شهور العيال هيبقى في الديو خف. العام في الديو هيبقى ايه بقى المشكله هنا في الديو؟ المشكله هنا في الديو ان انا لو وقفت مين؟ لو وقفت الدواء احتمال يعني يجي له ايه؟ ريكارنس. تمام. عشان لو وقفت الدواء احتمال يعني يجي له ريكارنس مطلعه مدرستين. مدرسه اسمها مدرس. مدرسة اسمها وات؟ انترفل. مدرسة اسمها مانتنس ومدرسة اسمها انترفل. مانتنس قالت ايه المانتنس دي؟ قال لك عشان العيال ما يجيلوش الكرس. العيال ما يجيلوش الكرس ماشيين على الهاف دوز رونج لايف. الهاف دوز رونج لايف. مش فاهمين حضرتك يعني ايه؟ يعني لو كان العيال بياخد بروتو بامب نيفتوز هنا 40 ملي جرام وانس بير داي هتدي له هنا المانتنس بتاعه وات؟ 20 ملي جرام لونج لايف وانس بير داي لونج لايف. عشان كده لما تشيلوا في السوق انتوا الادويه البرودكت تعرفوا ايه في السوق قد ايه البرودكت بامب ايه بتقول؟ نوسب نكسيوم جازازول اوميبارازول هتلاقوا الادويه دي في السوق قليله قوي 40 و20. الادويه دي 40 و20 40 توتر
ده الريديكيشن دوز، وال20 دوت المانترن دوز. ايه ما بتكونش هارت بالليل بتبدا تصحوا ما بتاخدوش نفسكم؟ ده لازم. ده العادي ان الواحد بالليل في الايام العاديه حتى لازم بالليل لما يكون متقل بياخد نفسكم او جزازون او ده. ما علينا. تمام. في بقى التربل. تفتكروا التربل سيرب بيديالتي ايه؟ بالعقل كده التربل سيرب بيديالتي ايه؟ قال ان ياخد الفول دوز في الاوقات اللي انا خايف منها. مين الاوقات اللي انت خايف منها يحصل ريكارنس وكومبليكيشن؟ بيريوديس 4 و5 و9 و10. تمام؟ دي خريطه علاج الديو. الديو اندر ميديكال تريتمنت بيخف بنسبه 99%. كل كتب قالت لما تعمل اول منظار بعد 3 شهور هتلاقي العيان تقريبا خف. اديله العلاج كمان 3 شهور فول دوز. بعد كده اديله مانترنس او اديله التربل. مانترنس الاب دوت لونج لايف، التربل الفول دوز اوقات وقت البيروديستي. ودي خريطه علاج الديو الناقصه. تمام. يجي بقى خريطه علاج الجهاز الكانسر اللي هي مختلفه شويه. وحاولوا تفهموا جهاز الكانسر علاجه ازاي في مادة التريتمنت عشان غريب شويه في الـ في البوسيبيليتيز. ازاي نعالج جهاز الكانسر؟ هنا دي كام؟ هنا دي كام؟ زيرو. في جاستر كانسر هندي العيان بالعلاج اشي تو بلوكرز. هجاوب السؤال اشي تو بلوكرز او هديله برضه وات؟ بروتون بامب انيبيتورز واعمل له اول منظار بعد قد ايه اول منظار؟ 3 شهور. وهنا كل الناس هتسال سؤال واضح وصريح. ايه السؤال اللي انتوا بتسالوه؟ ايه السؤال اللي انتوا بتسالوه؟ بالظبط. ليه ادي اتش 2 بلوكرز وليه ادي بروتون بامب انهبيتورز؟ منعنا اساسا وات؟ هايبوسيريتي. صح ولا انا غلطان؟ ليه ادي اتش 2 بلوكرز ليه ادي بروتون بامب انهبيتورز؟ منعنا اساسا وات؟ هايبوسيريتي. انا هسالكم سؤال ثاني. اسال اديني يا حبيبي. هسالكم سؤال ثاني. هو العيان هايبوسيريتي صح؟ العيان ايه؟ هايبو اسيديتي. وفي هذه الظروف ان العيان هايبو اسيديتي يعني هو هايبو اسيديتي ومع ذلك جاله ايه؟ جاله ألسر. يبقى ايه الحل الوحيد ان انا اعمله؟ الحل الوحيد ما عنديش حل غيره ان انا اعمل ايه في الهايبو اسيديتي دي؟ اقللها اكتر على امل ان ايه؟ على امل ألسر يجي. ما لهاش حل غير كده. ده العيان جاله ألسر في الهايبو اسيديتي يا راجل. فانت تحاول تعمل ايه في الهايبو اسيديتي دي؟ تقليل افضل لعل ما عسى الانصر يحصل له ايه؟ هيلي ويا حبذا يا حبذا بالذات يعني لو في كسر الانصر. بعد اتش تو بلوكرز بقى نزود مين ظريف عشان نساعد على الهيلي في وجود الهايبو اسيديتي والانتروفيك ارثرايتس والهيلا دي كلها السايتو بروتكتيف دراجز. هو دي زيرو انا لسه بديني علاج النهارده يا سامي. يعني النهارده دي زيرو في الترم الثاني لسه بادئين الترم الثاني حالا. هنعمل اول منظار امتى؟ بعد 3 شهور عندنا امتحان بالظبط. بعد 3 شهور عندنا اول امتحان. بلاش تو بلوكرز او العيان انا عنده هايبو اسيديتي فمع الهايبو اسيديتي عشان الالسر يحاول يحصل له هيلينج اديت اتش تو بلوكرز احاول ادي حاجات سايتو بروتكتيف اللي هي بتيجي على الالسر بيز يعني وبتعمل بروتكتيف ليه؟ ياخد العنصر البرودكتيف على اشهر بلوكرز 3 شهور. مع الوقت في الاعتبار في معلومه لازم تبقوا عارفينها. تمام؟ الجاستروفين ده الجاستروفين الجاستروفين دي معلومه مهمه في الام سي كيو. نافر يتاخد مع اشهر بلوكرز. في دواء من السايتو برودكتيف اسمه جاستروفين اللي هو السكرالفيت. الجاستروفين ده عشان يعمل بوليمر ويعمل جلموسه يعني يعمل حاجه زي المقلبيه ويبوليمرايز عند الانسر بيز ويعمله لازم يبوليمرايز في اسيديك ميديم. الجاستروفيت هو السايتو بروتكتيف الوحيد اللي ما يتاخدش مع مين؟ مع الاشتو بلوكرز. عايز تدي بيسبس كومباوندز
عايز تدي بروستاجلاندين، كل دي حاجات سايتو برودكتيف. ايه اللي الكاستروفيل؟ الكاستروفيل ده طب بوليمرايز انترسيليك ميديا. المعلومه دي بس مهمه في الفارما يعني. وصلت؟ الكاستروفيل ما يشتغلش مع الاتش 2 بلوكرز، لازم اسيليك ميديا. فاتش 2 بلوكر حط معاه اي سايتو برودكتيف دراجز ثاني. ما عليك. هنعمل له اول انذار بعد قد ايه؟ 3 شهور. ايوه يا دنيا. طب ما ادي اي حاجه ما عدا الجاستروفيت يا ماما، ادي عندي 4 سايتو بروتكتيف، يعني ادي اي سايتو بروتكتيف غير الجاستروفيت ما بتدخلش خالص اساسا. ما الجاستروفيت هو اوحش، ادي بيسموس كومباوندز، ادي بروستاجلاندين، بس عشان بنلبس كيو حته الجاستروفيت دي بيلعبوا عليها. الجاستروفيت ده تنط بروبرايز، لازم بروبرايز في اسيديك ميديا. ما الجاستروفيت بس بركز عليها، ما ينفعش تاخد مع الاتش 2 بلوكرز. الديو كان عندي كام احتمال بعد 3 شهور؟ نفسي اشرح عمليه واحده النهارده. لا مفيش بكره، نفسي اشرح عمليه واحده النهارده. الجاستروفيل سوري، الديو كان عندي كام احتمال بعد 3 شهور؟ واحد هو احتمال مفيش غيره. ده الالسر هيحصل له ايه؟ ديل. الجاز الالسر عندي 3 احتمالات. يا دي ديله. اول احتمال الجاز الالسر ان يحصل له ديل. لو جاز الكانسر حصل له ايه؟ هكمل الليله ازاي؟ هكمل الليله ازاي؟ 3 شهور تانيين. وبالمناسبه ربنا يخليكم، انا عملت ايه بعد 3 شهور؟ منظار. طالما عملت منظار على جاز الكانسر لازم ناخد منه ايه؟ بايوبسي. مش انا باخد بايوبسي في الاول، هاخد بايوبسي تاني. وعشان نجيب من الاخر يعني، عشان نجيب من الاخر، لو عندي عيان عنده جسر كلاسر، لو عندي عيان عنده جسر كلاسر، انا بجيب من الاخر، عملت له 1000 منظار، انا بجيب من الاخر يعني. الان عنده جسر كلاسر، عملت له 1000 منظار على مدى حياته. الان اتاخد منه كام بايوبسي على مدى حياته؟ اتاخد منه كام بايوبسي؟ 1000. قبل ما حد يسال يعني، ما فيش جسر كلاسر بتعمله وتلاقيه غير لازم تاخد منه بايوبسي. حتى لو اللي فاتت كانت بناين، حتى لو 999 اللي فاتوا كانوا بناين، هتاخد بايوبسي. ولو حد شاطر كان المفروض يقول له 4000. ليه 4000؟ لان كل مره في 4، بس هي يعني كنا هناخد بايوبسي يعني. فده اول احتمال حصل له هيلينج. تاني احتمال عشان نجيب من الاخر، نو هيلينج اتول. يعني ايه نو هيلينج اتول؟ هو قبل العلاج وايه؟ وبعد العلاج. لو نو هيلينج اتول، ايه القرار؟ القرار سيرجري. القرار سيرجري. وات از ذا نيكست ستيب؟ سيرجري. لو نو هيلينج اتول سيرجري. ايه الاحتمال الثالث؟ بارشال هيلينج. الاحتمال الثالث بارشال هيلينج. البارشال هيلينج بقى نعمل له ايه؟ البارشال هيلينج هياخد فرصته 3 شهور ثانيه. وبعد 3 شهور الثانيه هنعمل ايه بعد 3 شهور الثانيه؟ هنعمل اندوسكوب تاني. لو بعد 3 شهور التانية زي ما هو بارشال هيلينج، زي ما هو بارشال هيلينج، وبنعمل ايه في العيال؟ سيرجري. دول التلات احتمالات بتوع جلسة الكلاس. لو خفت خلاص. لا خلاص. لو العيال بعد 3 شهور التانيين خف، هيكمل تربل ومانجمنت. كان خف الحمد لله. 10 3 احتمالات تاني عشان بلخبطه. في الديدنال الالسر سهل في المذاكره، ان الديدنال الالسر عندي احتمال واحد ان العيان هيخف. في جهاز الالسر عندي 3 احتمالات. اول احتمال حصل له ايه؟ هيلينج بعد 3 شهور، فالعيان هيكمل ميديكال تريتمنت بمتعه ومحبه.
خلاص الالسر حصل له هيلينج. تاني احتمال نويلينج اتول. نويلينج اتول ما اختلفش عليها الناس. نويلينج اتول اللي هنعمل وقت سيرجيو ونخلص. تالت احتمال الجاستريك الالسر حصل له ايه؟ بارشال هيلينج. لو الجاستريك الالسر حصل له بارشال هيلينج هياخد فرصته 3 شهور تاني. لو بعد 3 شهور الوضع كما هو نو كومبليت هيلينج بعد 3 شهور التانيين القرار في العين عايز وقت سيرجيو. يعني من اللي انا شرحته ده مين بتعمل له عمليه اكتر؟ الجاستريك ألسر ولا الديودينال ألسر؟ مين اللي بيفيل ميديكال تريتمنت اكتر عشان مش عارفين ده مصيبه ولا اتروفيك ولا في ميلا؟ الجاستريك ألسر بتعمل له عمليات اكتر. بيدر ميديكال تريتمنت بتبقى مع الجاستريك ألسر اكتر. يعني البيدر ميديكال تريتمنت بيحصل اكتر مع الجاستريك ألسر. هنا عايز اسالكم سؤال. عايز اسالكم سؤال ممكن اقولها وتقولوا لي صح ولا غلط. يعني لو جبت الجمله دي في الام سي كيو ترو اور فولس مالجنت جاستريك ألسر مالجنت جاستريك ألسر ميل شو هيلينج اندر ميديكال تريتمنت. انا بقول جمله وتقولي الجمله دي صح ولا غلط. مالجنت جاستريك ألسر ميكس نو هيلينج اندر ايفكت اوف ميديكال تريتمنت. الجمله دي صح ولا غلط؟ مالجنت جاستريك ألسر ميكس نو هيلينج اندر ايفكت اوف ميديكال تريتمنت. المعلومه دي صح ولا غلط؟ المعلومه دي صح. لان مالجنا الجاستريك ألسر يبقى في حته مالجنا وحته انفلاماتوري. المالجنا الجاستريك ألسر نفسه في حته انفلاماتوري وفي حته مالجنا. فمين اللي بيحصل له هيلينج اندر ميديكال تريتمنت؟ الحته الانفلاماتوري. فالمالجنا الجاستريك ألسر ات مي شو هيلينج اندر ميديكال تريتمنت بس مالجنا الجاستريك ألسر ويل نيفر شو كومبليت هيلينج. المالجنا الجاستريك ألسر في بارشال هيلينج اندر ميديكال تريتمنت انما ينفر يشوه وقت كومبليتي. عشان كده المعلومه دي ما تقدرش بيها في الامتحان. مالجنا الجاستريك ألسر ساعات بيتحسن عند الميديكال تريتمنت عشان في حته انفلاماتوري. نعمل عمليات بقى. نعمل عمليات. هنتكلم النهارده عن عمليات الجاستريك ألسر ونتكل على الله. بلاش النهارده ندخل في الدرجه. كم عمليه؟ هما 17. نظرت على انكم ست. دلوقتي في حته عارفه دي حته ما نمتش امبارح مستنيها. امبارح ما نمتش مستني الحته دي. يعني زي ما قلت لكم اليوم ورا انا ما بستمتعش بشرح البط قد ما بستمتع بشرح الجراحه. انا يعني عايز اشرح عمليات. وبالتالي برضه ظبطت كام معلومه من البطه كانت تايهه عنكم شويه. يا ابني هنمشي الساعه 10 وربع باذن الله. 10 وربع باذن الله هنتكل على الله. 10 وربع بعد. بيقول عشان الساعه 12 عندي بتوع سنه اولى اشرح لهم هاند انفكشن. لسه بص. هاند انفكشن لسنه اولى. 12. تمام. لما نيجي نعمل عمليات عندي عمليات للديو وعندي عمليات لمين؟ للجيو. هسألك سؤال وتجاوب إجابة واضحة وصريحة. لو قررت أعمل عملية للديو إيه هدفي من العملية؟ قلل أسيدتي. لو قررت أعمل عملية للديو قلل أسيدتي. لو قررت أعمل عملية لجاستريك ألسر إيه هدفي من العملية؟ أحارب بري مالجنت معدة. هدفي في العملية بحارب بري مالجنت معدة. يعني ايه حضرتك بتحارب بري مالجنت معدة؟ يعني جاستريك ألسر هي كلمة واحدة ايكوالز وات؟ جاستريك. قررت اعمل عملية لجاستريك ألسر مش عايز اسمع غير كلمة واحدة جاستريك ألسر يبقى لازم نعمل الآن ايه؟ جاستريكتومي. انا مش بحارب ألسر انا بحارب معدة وات؟ بري مالجنت. حلو طيب.
امتى بعمل عمليه؟ ايه البديل اللي احنا قايلين عارفينهم الضغط او اي حته؟ بعمل عمليه لو في ريفات ميديكال تريتمنت. انا لو العيان ده بيجي له ايه؟ كومبليكيشنز. والسوليد انديكيشن للعمليه دلوقتي اساسا طبعا الادويه بتجيب نتائج هايله. اكتر حاجه بتعمل عليها عمليات هي مين؟ سوري كومبليكيشنز. يعني ناخدها نوصل لكوكا واللي بعده. في الجسد الكالسر هنعمل جسد. ايوه خلاص كده ده اكيد ما خلصش يعني. الالسر لو هنا تمام؟ الالسر لو هنا يعني هنشيل المعده الجزء التحتيه اللي هو فيه الالسر يعني. لما تشيل المعده الجزء التحتاني كده العمليه اسمها ان شاء الله بانشر جاستريك. ففي جاستريك ألسر ممكن اعمل بانشر جاستريك. ده لو الألسر واطي. هو غالبا بيبقى واطي، ما انا ما جمعتش الباثولوجي مكانه فين. لو الألسر عالي شويه الأرسل عالي شوية هشيل الحتة دي من المعدة كلها. اهو يا بابا شايف ايه؟ شلت المعدة. شلت المعدة معظمها يعني. لا دي ما اسمهاش توتال. لسه في فانتس فور اهو. دي اسمها ايه لو شلت المعدة أكتر شوية؟ سب توتال. أعمل سب توتال جاتريك. نرسم هنا. يعني في جذر الالسر عندي عمليتين على حسب مكان الالسر. بس احنا متفقين كده ولا كده هنقدر ان احنا نشيل مين؟ هنقدر نشيل المعده. وهنشوف هنوصل ازاي والعيان هياكل ازاي. نصبر نصبر نصبر. اكيد الاكل مش هيقع في الشارع يعني. فلازم ياكل يعني. ادي الاسوفجس وادي الاستومك اهي. وادي رسمه ثانيه اهو. ادي الاسوفجس وادي الاستومك اهي. لو الأنصر هنا واطي تمام هنشيل ال 60% من المعده بس. وبالمناسبه الجاستريكتومي علينا في الاوبرا. هنشيل الحته دي من المعده كده. فدي اسمها ايه دي اللي انا راسمها دي؟ سبانشر جاستريك. لو الأنصر عالي كده او عالي كده هضطر اشيل اكتر من المعده الأنصر بيري كده يعني. تمام؟ فانا هنا شايل اكتر اهو. فالعملية دي اسمها وات؟ سب توتال جاستريك. نشوف من دي شوية عشان تكون فرق بين الاثنين. دي بارشل جاستريكتومي ودي اللي جنبيها مين؟ سب توتال جاستريك. فاضل نعمل ايه بعد ما شيلنا؟ فاضل نعمل ايه بعد ما شيلنا؟ المصر. بعد ما شيلنا فاضل نعمل المصر. دي المعدة اهي. دي المعدة. مين ده؟ مين ده؟ ده الديودرم. دي المعدة وده الديودرم. لو بعد العملية وصلت المعدة لمين؟ الديودرم. فانا كده عامل بارشال جاستريكتومي اند جاسترو ديودينوستومي. يعني ايه جاسترو ديودينوستومي؟ وصلنا المعده بمين؟ بديودرم. تمام. اللي عامل الوصفه دي بيلروس. هبتدينا نظهر كلمه مين؟ بيلروس بالظبط. وبيدروس دي كانت الوصفه الاولانيه بتاعته فعشان كده سماها بيدروس ايه؟ بيدروس 1. بيدروس 1 نورماندي 1 بيدروس 1. فاللي عايز افهمه ربنا يخليكم بس معلومه ان بيدروس جاستريكتومي يا عويس بيدروس جاستريكتومي it is not type of gastric. يعني ايه؟
يعني لما حد يسالني في الامتحان ايه التايبس اوف جاستريكتومي، ما فيش حاجه اسمها بيدرس 1 وبيدرس 2 ده في البطن هناك. التايبس اوف جاستريكتومي لسه قايلينها، يا ايه يا بارشال يا سب توتال يا توتال. امال يعني ايه بيدرس 1 جاستريكتومي؟ بيدرس 1 جاستريكتومي يعني بعد ما عملت الجاستريكتومي وصلت مين بمين؟ الستومك بجوزن. يعني بيدرس 1 it is بيدرس 1 جاسترو جاسترو ايه؟ دودروس. تمام؟ بيدرس 1. وبالمناسبة ربنا يخليكوا، ربنا يخليكوا يعني اكيد لو كانت بيدرس 1 دي حاجة حلوة ما كانش طلع في يوم من الايام زي ما خطوا في البطن حاجة اسمها وات؟ بيدرس 2. مش خطوا في البطن بيدرس 2؟ يبقى اكيد بيدرس 1 في حاجة وحشة جدا. ايه بقى الحاجة الطين اللي بيدرس 1؟ ولان ممكن بيدرس 1 محدش بيعملها دلوقتي خالص. رغم انها مور فيسيولوجيكال مور اناتوميكال. انت بترجع اناتوم من النورمال. يعني ايه بترجع اناتوم من النورمال؟ يعني المعدة فضت على مين على طول؟ على الديودرا. ده حاجة فيسيولوجيكال يعني خليت ربنا يعني. تمام؟ حاجة شبه ربنا عمله. تمام؟ بيدرس 1 دي لقوا ان عشان الديودرا، الديودرا الباسكولارتي فيه وحشة. الديودرا الباسكولارتي فيه وحشة. لقوا ان الاناستموزس، الاناستموزس يا سليمان ازيك؟ الاناستموزس اللي عامله بين المعدة ومين؟ والديودرا فيه هاي 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 او التاني ولا كفاية؟ هاي هاي انترنس اوف وات؟ ليكج. الاناستموزس بيلاقي فده بيدرس 1. اي بيدرس 1 فيري هاي انسنس اوف ليكج. الباسكولارتي فور هيلينج ده ايه السؤال الغريب دوت؟ الليكج بالغرز بس ما الغرز عايزه هيل. اهم حاجه في الهيلينج الباسكولارتي. ده حتى لما كنا بناخد في الكورو، ليه الكورو كان بيلايك اكتر من سبول الدلتن؟ كان الفاكتورز نمره واحد مش الاسترولز، كان الفاكتور نمره واحد مين؟ الباسكولارتي. الاناستموزس عشان يقيل عايز باسكولارتي. الباسكولارتي بتاعت الديودرام مش قد كده، فتلاقي الديودرام اللي يجيش فيه منه ايه؟ عالي شويه، فمحدش بيعمل تقريبا بيدرس 1 دي دلوقتي خالص. لان بيدرس 1 مشهوره بحاجه اسمها وات؟ ليجيش عالي. تمام؟ تمام. فبنفكر نعمل حاجه اسمها جاستروجينوزي. ودي الوصله الشعبيه بعد اي جاستريكتومي. الوصله الشعبيه مش جاستروجينوزي. بعد اي جاستريكتومي الوصله الشعبيه وات؟ جاسترو ايه؟ جينوزي. هنرسمها مع بعض. ده الاسوفاجس وده المعده اللي معمول فيها مين ايه؟ مين المعده دي؟ بارشال جاستريكتومي او سب توتال جاستريكتومي. مين ده؟ الديودرم. ومين ده؟ مين ده؟ الجيجرم. وده هنا فاتح ماليش دعوه بيه. مين ده اللي فاتح هنا ماليش دعوه بيه؟ الكومبايزات والبنكرياتيك اكتر. والعملية تعمل كده اهو. انا قطعت المعدة وفصلتها عن الديوزر. المنظر ده عامل كده. مش بعد جاستريك في المنظر ده عامل كده ولا انا غلطان اهو. انا شفت الحته دي. فالمنظر اهو زي ما انا رسمت. فاهمين ولا لا؟ لا. المنظر بقى اهو. حتى مقطوعه من الديودرام وحته مقطوعه من المعده. هنيجي نعمل ايه بقى؟ هنيجي اهو ده عملنا كده ايه؟ هنقفل الديودرام. الحته المقطوعه من الديودرام هنقفلها. ليه الحته اللي مفتوحه من الديودرام هنقفلها؟ عشان الماي ما يقعش جوه الابدومنا الكف. والسكريشن ما تقعش جوه الابدومنا الكف. فالحته بتاعت الديودرام هتتقفل كده. ودي جوه بايظه تاني. وناخد الديودرام ونوصله بالمعنى كده.
والعيال جينا عملوا وصفه اسمها وط جاسترو ديجروت. نرسم هنا، نرسم هنا. ادي الاسوفجس وادي المعده اللي معمول فيها جاتريكتومي وده الديدرم اهو وده الديدرم خدناه وصلناه كده اهو. المعده في الديدرم وده الديدرم اللي كنت قاطع فيه قفلته. ومين اللي فتح هنا ماليش دعوه بيها خالص في السكند بارت؟ الكوم بايبر. والوصفه اللي انا هعملها دلوقتي بعد جاتريك اسمها وط اسمها جاسترو جيجونت. يعني لو بعد جاتريك عملت جاسترو جيجونتومي دي اسمها وط بيدرس وان. لو بعد جاتريك عملت الوصفه دي دي اسمها جاسترو جيجروستومي بطريق واحد اسمه بوليا. دي مش بيلروستو، بيلروستو لسه جايه. بوليا بيليا يعني بوليا اسمه بوليا. بوليا جاستريك. وطبعا دي يجي للفيلم العربي يعني. بوليا جاستريكتومي It is not type of gastrectomy. أمال يعني إيه بوليا جاستريكتومي؟ يعني إيه كلمة بوليا جاستريكتومي؟ يعني إيه بوليا جاستريكتومي؟ نوع الوصفة بعد جاستريكتومي. أنت عملت جاستريكتومي وبعد جاستريكتومي ما عملتش جاسترو جيجونوستومي. أنت بعد جاستريكتومي عملت وات؟ جاسترو جيجونوستومي. أنت فاهم يا شريف؟ ده لسه جديد اول مره معايا، فاهم ولا صعب كده؟ ما تتكسفش ولا حاجه، شوف سامي بيسال كل سنه. يعني كل ثانيه بيسال حاجه، هو ما بيتكسفش. تمام؟ دي اسمها بوليا جاستريك. طيب. بوليا جاستريكتومي. هسالك سؤال جميل يعني. هسالك سؤال جميل. دي بوليا. دي ناس اسمها ايه؟ الرسمة دي هي جاس وات. لو وصلت الاستومك بالديودرا بعد كاستريك اسمها وات اسمها جاس ديودروستومي اسمها وات بيدرس وان. صح؟ وصلت المعدة بالديودرا بعد كاستريك دي بيدرس وان. بيدرس وان دي سايد تو سايد اند تو اند سايد تو اند اند تو سايد. ولا حد فاهم حاجة. بيدرس وان دي سايد تو سايد اند تو اند اند تو سايد سايد تو اند. بيدرس وان دي وات؟ اند تو اند. يعني ايه اند تو اند؟ يعني خدت الحته نهايه المعده وصلتها بمين؟ ببدايه الديودرم. اند تو اند. ولا انا غلطان؟ اند المعده خدت اند المعده وصلته لاند الديودرم. اند تو اند. بيدرس وان دي اند تو اند. انتوا قولوا لي بقى بوليا دي اند تو اند ولا سايد تو سايد ولا اند تو سايد ولا سايد تو اند؟ المعدة عاملة كده. في ناس اللي قاعدة مش فاهمة. في ناس فاهمة. المعدة عاملة كده والجوجرام جاي كده اهو. فأنا خدت الهند بتاعت المعدة. خدت الهند بتاعت المعدة وصلتها بمين؟ للسايد بتاع الجوجرام على جنب. فبوليا اتز وات بوليا دي؟ بوليا دي اند تو سايد ايه؟ جاسترو جيجرام. And to site gastrologist. العيب بتاع بيدرس وان. العيب بتاع بيدرس وان. ليجل. انا عارف الكلام ده مش موجود قوي في السبب. دي 20 هو موجود في الاوبرتيف. بس الحته دي لازم تشيلها هنا وتشيلها مع الاوبرتيف. وارجع اشرحها تاني في الاوبر. اللي معاه السمر يكتب على الشمال. عيب بيدرس وان الليكج من وات؟ من الجاستروديونوستومي. ليه الليكج من الجاستروديونوستومي؟
فاسكولار ديوكشن. ايه عيب بقى كوريا؟ كوريا العيب بتاعها ظهر في الصوره، اللي مش عارف باله من العيب بتاع كوريا يبقى ما فهمش حاجه. ولا لا بقى اسر ولا بلايند برلين، انا عايز كوريا، كوريا فيها عيب كده يعني اللي مش عارف باله من كوريا يبقى ما خدش باله من حاجه واضحه جدا. بصوا كوريا، بصوا كوريا عامل ايه؟ بصوا كوريا دي بلاعه. دامبنج. كوريا دي دامبنج في البطنه، دامبنج في الاخ ينزل على طول على مين؟ على الجزء لو مش مهضوم هنبقى نشرحها. بوليا دي بلاعه يا ابني، بوليا دي بلاعه. ده العام كان الاكل ينزل على مين على طول؟ على ايه؟ على الجزر. فبوليا عباره عن دمبنج. دمبنج الاكل ينزل هايبر كوسترات شفط ميه قالوا هناخدها ليتر دمبنج. بس كلمه دمبنج يعني الاكل ينزل مره واحده. بالكتلة بتاعته العالية. زي كده دعاء في الشيردن. ماجي طيب. يا حصل غربة. ما علينا. فبولي عايزها مين؟ الدمبنج. فمين انسحبت منه البتاعة راحت لبوليا؟ بين الاسوان انسحب منه الانستموزس. مين اللي كان الانستموزس؟ بوليا. بوليا طلع فيها عيب. ايه العيب؟ الدمبنج. فمين عايز يصلح الدمبنج عشان يرجع اسمه تاني حلو؟ فيروس. فبيدروس عايز يعمل حاجه اسمها وات؟ بيدروس عايز يعمل حاجه اسمها ايه؟ بيدروس تو عشان يعالج مين؟ عشان يعالج مين؟ عشان يعالج الدمبنج بتاع مين؟ بوليا. بوليا اللي خد منه الوصله لان هو كان بيجي له ايه بيدروس 1؟ ليكج بالظبط. عايز يردها بالظبط. فبيدروس عايز يردها لبوليا. فبيدروس هيردها ازاي؟ عشان يعمل حاجه اسمها وات؟ يعمل حاجة اسمها ايه؟ بيدروس 2 عشان نعالج الدمبنج. بصوا بقى على الفرق اللي عمله بيدروس 2. ادي المعدة، ادي الاسوفجس، وادي المعدة اللي شالها. ومين ده؟ مين اللي برسمه ده؟ الجيجرام والمعدة. قصدي الجيجرام وايه؟ مين ده هنا فتحه؟ مين جاوبيها؟ الكومبايتر. عمل ايه بيدروس 2؟ ولا عمل حاجه حلوه قوي. بيدروس 2 قفل الديودرم. ليه بنقفل الديودرم؟ عشان الفايبر ما يقعش كده. تمام. بصوا بقى بيدروس 2 عمل ايه؟ راح قفل الديودرم. طب كده الاكل يعدي ازاي؟ قفل دي وقفل دي الاكل يعدي ازاي؟ خد الجيجرم وصله هنا بالمعده وصله جانبيه. سايد تو سايد. ايه هدف الوصله الجانبيه دي؟ بتقلل الدمبنج. الاكل بدل ما ينزل كده الاكل هينزل ازاي؟ الاكل هينزل كده. الاكل بينزل على جنب، يعني الاكل ما اتشفرش مره واحده بحيث انه يقلل مين؟ دمبنج. لا مع الجيجرم، كله مع الجيجرم. عمل وصله جانبيه بين المعده والجيجرم، طلع الجيجرم كده وصله جانبيه. عملوا كده. اهي. ودي مقفوله. فبيدروس 2 عمل حاجه اسمها وات؟ سايد تو سايد جازو جيجرم. حبيبتي عشان دوت جرافيتي يا ماما الاكل بيقع كده. انما مع السايد بتاع المعده هيبقى الدمبنج اقل. والبروستاليس النازله تحت، البروستاليس ما بتبقيش على جنب. فاهماني؟ هو كل الفكره بس بيحاول يقلل مين؟ الدمبنج شويه. يبقى وات از بيدروس 2؟ يعني ايه كلمه بيدروس 2؟ ان سايد تو سايد وات؟ جاستروجينوستومي بعد اي نوع من انواع مين؟ الجاستريكتومي. يعني ادي النيله، يعني بعد ما اعمل جاستريكتومي عندي كام طريقه اعمل فيها الوصله؟ ثلاثه. عندي مين؟ بيدروس 1 جاستروديودونوستومي دي عيبها ليه؟ ليكج. وعندي بوليا. يعني ايه بوليا؟ بوليا يعني اند تو سايد جاستروديودونوستومي ودي عيبها مين؟ دمبنج. وعندي مين تاني؟
بيدرس 2 وبيدرس 2 is what side to side gastrogastrostomy ودي بالعكس دي بيدرس 2 في منها عيب. ايه العيب بتاع بيدرس 2؟ وهو عاملها لا هو عاملها حاطه ضيقه يعني هو بيحاول يتعالي يعني بيحاول بيعالج مين؟ الدمبنج. فالفالف الوسطى بتاعته ساعات بتبقى ضيقه فبتبقى نون ديبندنت يعني العيان بعد الاكل يشكي من وط ديستنشن شويه هي بيدرس 2 ساعات كده هتبقى نون ديبندنت. نون ديبندنت يعني الاستومك مش عارفه تطاطي عشان الفتحه جانبيه عشان سايد تو سايد اه وهو اتعمد يعملها ضيقه مش واسعه عشان بيحاول يعالج الضم. يعني بوليا سحب من بيلروس فبيلروس سحب من مين؟ فبيلروس سحب من مين؟ بوليا تمام؟ فجم بقى احفاد بوليا خلاص فاضل الاحفاد ونتكل على الله. فاضل احفاده ونتكل على الله. جم تلاميذ بوليا اخر حاجه خالص جم تلاميذ بوليا ودي تلميذ المجيد اسمه مايشتر. تلميذ بوليا تلميذ بوليا البار كان اسمه مايشتر. تلميذ بوليا الغلبان كان اسمه مايشتر. عمل ايه الواد مايشتر؟ خلاص هنخلص هوف مايشتر الماني. اقول لكم عمل ايه برضه ناصحي للالمان دول. ادي المعده ايه؟ ادي المعده تمام. بوليا عملها ازاي؟ بوليا خد الجيجرا موصله كده اهو. مش بوليا وصل كده؟ ايه عيب الوصله دي؟ الدمبنج. بعد ما بوليا مات جه مايشر عمل حاجه ظريفه قوي. قال لك طب ما انا تجيني الفكره بتاعت بيدروس ده فعمل ايه؟ اقول لكم انا عمل ايه؟ اهو بصوا عمل ايه؟ جه قفل الحته دي بالمعنى. ضيقها من عمل الوصفه كده. كده الدمبنج يقل ولا ما يقلش؟ يقل. يعني قفل حته بالمعنى وعمل الوصفه في الحته اللي بره دي بس. ده الراجل اللي هي بوليا وعشان هو من تلاميذ بوليا فاحتراما لاستاذه الكبير يعني فسمى العمليه بتاعته ايه؟ بوليا وسمار. يعني بوليا ليه؟ بوليا ضيقه. بوليا ضيقه اللي ما بتعملش ايه؟ فالف. سمى العمليه بوليا وسمار يعني بوليا ضيقه اللي ما بتعملش ايه قوي؟ ضمك. من الاخر كده انتوا في الجراحه عندكم ايه اكتر حاجه بتعملوها بعد كاسليفني؟ اكتر حاجه بتعملها وشفتها وشغلتها بوليا وسمار. الموست كوبر اللي بنعملها عندنا بعد عمليات الكاسليفني بنعمل بوليا وسمار عشان نقلل مين؟ عشان نقلل مين؟ الضم. دي كده انتو سايد بس ضيقه شويه. هي سهلة خالص ما فيهاش حاجة. دي المعدة ايه؟ دي المعدة بعد ما عملنا فيها جاستريكتومي هنقفل الحتة دي منها ونعمل الجاستروجينوسكي في الحتة دي. ليه هنعمل الجاستروجينوسكي في الحتة دي بس؟ بالعقل كده ليه هنعمله في الحتة دي بس؟ عشان نقلل مين؟ الضم. ولو عملت الوصفة كده اسمها ايه دي؟ لو عملت الوصفة مع كل المعدة المفتوحة اسمها ايه؟ اسمها بوليا. لو عملت الوصفه مع كل المعده المفتوحه اسمها بوليا. لو عملت الوصفه مع حته بس من المعده وقفلت حته كده من المعده ده اسمها ايه الوصفه؟ بوليا وسمار. اسمه مين بوليا وسمار؟ اوف مايشر. امال بيدروس 2 عمل ايه الله يسامحه؟ بيدروس 2 قفل المعده كلها؟ بيدروس 2 قفل المعده كلها وخد الوصفه مع الجيجرا مين؟ جانبيه. جانبيه كده دي بيدروس 2. امال بيدروس 1 عمل ايه في يوم من الايام؟ بيدروس 1 عمل ايه؟ بيدروس 1 عمل جاسترو دي نورو.
ما حدش بيعمل بيدروس 1 دي نهائي خالص دلوقتي. فيري هاي انسنس اوف واتر. طالما صحيتوا بدري النهارده بنستنيكوا بكره بعد. كل سنه وانتم طيبين. بكره بعد وناخد اجازه تاني. بيدرو الصوت تبقى نعم تقلل شوية. ده اللي بيخليهم يعملوا.